التفاهمات الاماراتيه الايرانيه تخرج للعلن، وهو ما قد يضع ملامح جديده لشكل خارطه الصراع في المنطقه كما يرى مراقبون. زياره مسؤول اماراتي رفيع لطهران وصفت من قبل الخارجيه الايرانيه بانها تهدف الى تعزيز امن الحدود بين البلدين وبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسيه. هذا اللقاء الذي جاء بعد انقطاع استمر ست سنوات وفي لحظة تشهد فيها المنطقة توترا شديدا يحمل معه دلالات قد تغير طبيعة التحالفات في المنطقة، وهو ما من شأنه التأثير على الوضع في اليمن بالطبع. أبو ظبي التي تدخلت في اليمن تحت لافتة محاربة وكلاء إيران ميليشيا الحوثي، ها هي اليوم تهرول لمد جسور التعاون العسكري والاقتصادي والدبلوماسي مع طهران. في لحظة وصلت فيها المواجهة مع إيران وميليشياتها إلى المرحلة الحرجة قبل انفجار الوضع قبل هذا اللقاء كانت ابو ظبي قد اعلنت عن انسحابها العسكري من اليمن فيما تحدث نائب الامين العام لحزب الله عن تفاهمات اماراتيه حوثيه وصفها بالايجابيه وهو ما دفع مراقبين الى القول بان ابو ظبي قد انتهجت استراتيجيه جديده ابرز ملامحها التصالح مع طهران واذرعها في اليمن والمنطقه خسرت السعوديه جهود حليفها على الساحه اليمنيه ما جعلها وجها لوجه امام التحديات التي تركتها السياسه الاماراتيه في البلد، وبهذه الخطوه يمكن القول ان السعوديه باتت وحيده في مواجهه ايران، فهل ستبقى الرياض وحيده فعلا؟ ام ان خارطه التحالفات في المنطقه تتعرض لتغيير جوهري سيشمل السعوديه ذاتها؟ وما هي التغيرات التي ستشهدها الساحه اليمنيه عطفا على كل ذلك؟